الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. من يرى في منامه أن هناك شخص قام بتهريبه من الكلب وأنقذه من الكلب في المنام علامة على الهروب من المشاكل في الحياة، والله أعلم. حلم الفتاة العزباء أن هناك شخص ينقذها من كلب وهي تهرب من الكلب علامة على فسخ خطبتها أو تركها خطيبها، والله أعلم. رؤية الهروب من الكلب في المنام بمساعدة شخص آخر علامة عن الابتعاد عن أصدقاء السوء في الحياة، والله أعلم. حلم الرجل أنه يقوم بمساعدة الشاب من الهروب من الكلاب في المنام، والله أعلى وأعلم، علامة على النجاة من الأزمات المالية التي كان يقع فيها، والله أعلم. إذا رأى الشاب أن هناك أحد الأشخاص يساعده في الهروب من الكلب تكون إشارة أنه كان سيرتكب الأخطاء ولكنه تاب إلى الله عز وجل، والله أعلم. من يرى في منامه أن الكلاب تجري وراءه علامة أنه يتعرض للغل والحسد من أشخاص مقرب منهم، والله أعلى وأعلم. حلم مطاردة الكلاب في المنام علامة على الغيرة التي يتعرض إليها من الأصدقاء، والله أعلم. رؤية مهاجمة الكلاب تنهش جسد الرأي في المنام تكون إشارة على الخطر الذي يتعرض إليه صاحب الرؤيا. الهروب من الكلاب في المنام علامة على الخطايا والمعاصي التي يرتكبها صاحب الرؤيا في وجود أعداء متربصون، والله أعلى وأعلم. من يرى في منامه أن الكلب يتبول عليه علامة على الاضطرابات والخلافات في الحياة. حلم المرأة المتزوجة أن كلب يتبول عليها علامة على الرزق والمال الوفير. رؤية تبول الكلب في المنام تكون إشارة على المتاعب والاضطرابات في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة.